طوال هنا بالامم المتحده بفرنسا بجزيره الطين، نفض الشراكه، بس نفض الشراكه مشروع مع السودان. برهان ده ما قال رئيسه نمشي له نقول له وقت هنا زي البشير، ما تك 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 فضينا الشراكه مع السلامه. من طرد الجنود اشتي 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 يمشوا ينوموا معكم غادي غادي. ده احنا تمام تفتكر الموضوع ده سكتنا بيهم؟ لا لا، ده خدتناه كده في عبطنا لليوم الاسود. لا لا، الناس في هسي في فراغ في المحل ده، الناس اتكامروا واتضامروا محله واحده وتوحيد الزور كمشى وضربنا ضربه من حديد، ها واختلنا هميتي وموضوع ده تقيناه ده شتتنا حميد المجيد. لا لا، الناس قاعدين لخايف، جه شهر 10 شهر 11 شهر 12 الجنجويد قام ضرب مسح اقتل بتاع اكل حق الناس. انا هنا طوالي ولا دارين اثنين ثلاثة، ناسنا قاعدين يا في أمريكا، الدومة ذاته قاعد في أمريكا، في دكاترة في بتاع طوالي نناقش الموضوع. وب 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 كف قوات قوات شنو؟ فرنسا ما بتاعت جغن بتاعت أكل، جنة أكل جنة تاكل طبعا صح. فرنسا في جبل مون، ناس جبل مون برضه طبعا هم يعني عندهم رقعة جغرافية من ضمن الرقعة الجغرافية الموجودة في دار الدوقة. يعني اي زول موجود في سربه في صلاع في 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 جبل مون في بتاع، هم اصلا حواكيرهم دي حق من حقوقهم وبادارتهم الاهليه، لكن الحاكوره دي ما يقدر يعني يتخلص منها من الجنجويد، او حقوقه ده ما يقدر يثبتها الا باتفاقيه بتاعت جيلاني. حتى جدودهم غاتروا وبتاع موجودين وقاعدين في الخريطه بتاعت دار الدوقه تمام، باتفاقيه بتاعت جيلاني ده حقهم بيجي كامل مكمل مثلث عديل. جبل مون هناك نحن ذات نجي نستشيرهم استشاره، يا جماعه كيف حالكم ان شاء الله؟ ما حقهم اكيد، كيف حالكم ان شاء الله؟ نحن دايرين ننمي البلد ده كله، الفرنسي داير يجي غم 30% ويدينا كم؟ 70%. يا صاحبي، ويشتغلوا يجيبوا شركات كهرباء طرق بتاع مصاري زمان، تجينا لاجي؟ معقوله؟ حبوب تجينا لاجي؟ ما نحن لو الشماليين والكل الشرفاء والشرك والبتاع وناس جبال النوبة ما داري يتفقوا، ما داري يخمشوا الجنجويد ويدقوا الكيزان ويشتتوا، بس اي زول قاعد كده من كنكش قبيلتي حبوبتي جدي وكده قاعد زي ده. أنا احنا طوالي خلاص لو عرفنا وسئمنا من الموضوع طوالي اننا لو الناس اللي قاعدين في امريكا هناك على راسهم قدومه، افصل يا زول فضه شراكه برهان رقمي عن انفه يوقف زيد زيد كل جيشنا العسكري الزمان البتاع القاعد هناك في القضاري في جنة برة في وات كبروس والصراف والضعيف بازور ام كرا يعني الجمل افرشتوبك جزولي ام خرايط بتاع ديل كله اشت 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 ناسنا ديل تدهجوا يقو الزمان اللي كانوا عساكر بتاع، وفي قوات كمان برضو ما بانوين من الخضر وطيران وبتاع. عرفت كلامي؟ ما الكلام ده ما ساكت، الكلام ده اتناقش وخدتينا، حتى لو الناس اتفقوا ودقينا دقة من حديد وضربنا وحدنا السودان بنمد الاتفاقيه دي تاني ل 100 سنه او 50 سنه للاجيال الجايه. ده بقعد كده لغايه خيام الساعه دي الاتفاقيه دي، لانه الجنجويت اللي انا في دار الدوقه ما يقدر، الشغله ما واقفه على السلطان، ما واقفه عليه هو، ولا واقفه على ناس بيته. موضوع اكبر من ما تتخيل، موضوع ده كبير، موضوع ده ماشي هناك عندنا سنيار في الجنوب، هناك عندنا بيجاي الايرنجا، عندنا الجباره، دول كلهم عندهم حقوق هنا في المحل ده. ما ساكت، مالي ما فوضى، ما واقف عليه هو، دايرين تتوحدوا ناي، دايرين تتلفوا في عبد الواحد داك عبد الواحد اسي بعد ده. شفت انت المعسكر ده عديل؟ قال لي خلاص جوله التسليم بعد ده، عندهم 3 شهور قدامه، والله يكذب الشينا الناس تكون جاهزه. انا وريتكم هذا قلت والله العظيم اقسم بالله قلت لك النفرين ده المفروض يموتوا قبال هيمتي، يعني ده المفروض يموتوا قبال هيمتي، ده هم السبب الضرر الحقيقي في دارفور. دار توريني شنو يعني مثلا؟ مشكلة وين يعني؟ الناس لو توحدت الليلة في تتوحد على شنو؟ تتوحد في عمل سياسي؟ أنت وطبعا عندك تقدر تتفلسف؟ تقدر تتكلم تقول شنو؟ أول تدق زي أوكرانيا، أوكرانيا دي عشان بالعلم تلحقوا باقي لك كم سنة لغاية الدنيا تنتهي طبعا صح؟ أوكرانيا قاعدين ياكلوا بلي، نصوان دي بلي. والاتحاد الأوروبي ده جد بدعوه. ما في حاجة اسمه بيدي مفبرك، أنا مفبرك طيب. البيديو ده يا دقيقة يا هدى، هاك 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 البيديو، لأنه البيديو ده أنا ما شغال قدامك صح؟ أنا شغال قدامك ده 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 طبعا ده كده ما في غلط صح؟ أنا بجيب لك فيديو تابع لي أنا لكن مفبرك. أنت داير توريني مفبرك؟ طب ما يكون في مخك يا زول، طب مجنون يا زول، شنو يعني لو رقت مع مرأة مثلا؟ سؤال خلينا من مفبرك، هو حقيقي أقسم بالله حقيقي، لكن شنو مثلا لو رقت مع مرأة؟ عادي جدا صح؟ نورمال.
صح؟ ان شاء الله يرقط مع نسوان الدنيا دي جت، دي شغلتنا نحن، بخصنا بشيء، بفرق معانا شيء، لكن عمل لنا شنو؟ ده المقابل هنا. لو انت عملت اي حاجه، لو عملت، لو الليله كان حميت وسويت وقفت مع ثوره، والله لو جابوا له 500 بيجي يقول لك اح دي حاجه بخصه هو. ما عندنا له حاجه. ما عندنا له حاجه، لانه الزول ده شهم وقف. لكن يجيب لي وقفته الوقف معنا. يعني نحن لو عندنا دارة بتاعت عربية دايرين ندوك همتي، حسي الناس دايرين يدقوا همتي ده بالعربية ده والرشاش ولا بتاع الدوشكا، ومين واقف معه؟ يدقوه ولا يخلوه؟ ما لازم يدقوا مجموع. يدقوه ولا يقولوا والله لا لا مني قاعد هنا ولا طاهر حجر ولا خميس قاعد هنا ما في داعي يدقوا. ها؟ طيب انا داير اشوف الزول ده، داير اشوف الزول ده اكيد اكيد طبعا اكيد طبعا مدعي بالعروبة يا كمان عبد بتاعت مني. كويس اثنين بس، ما في ثالث. انا ما بتكلم صح؟ بعد ذاك الناس ما بيشوفوا انه الزول اللي بيجي بيقول لك يا كسل انت فتنه. طيب الناس دي ما عندهم عقول؟ ما بيفهموا؟ ما بيفهموا صح؟ اذا كان الكلام اللي انا بقوله ده في زول بس بمسك له كلام زول ساكت كده بس وطوالي بدقك ولا بيعضيك؟ مستحيل. الجنجويت وعدهم قال لهم انتوا قاتلوا شيلوا الارض، ده المقابل. الزول انا اللي بجي بتكلم من اهلنا اللي نحن اللي قاعدين هناك بقول لك لا انا صح كلام الزول ده، هو خليه على كلامي انا. الان هم مضررين ولا ما مضررين؟ ماكلين؟ شاربين؟ الحاجات بقى بكم؟ السكر بقى بكم؟ البصل بقى بكم؟ الناس لحمه ما قاعدين ياكلوا، العيد ذاته خلوه، كساوي ما عندهم. خليني انا يعتبروني انا كذاب ومنافق ودجال، هم تعبانين ولا مرتاحين؟ مضررين ولا مرتاحين؟ الحركات بأسلحهم هامنهم ولا هم هامن نفسهم؟ الجنجويت خلى الاغتصاب والقتل ولا شغال؟ هنا بس انت ميت، انت ميت، انت حمام ميت، انت ما تسوي اي شيء، واتحدى اشتغل لايف هسي تعال اتحدى والله 100 نفر ما يدوب. ليه؟ لانه انت فارق. انت داير تقول شنو؟ تتكلم تقول شنو؟ تفضل ما في حبيبنا الحق بس، نحن مع الحق. سلطان يتركب، خميس كندو يتركب، اي دول يتركب. الناس طوالي بيجوا، بيجوا مع الحق. وي زول الناس جنجويت بيجوا بحضروا اللايف ده ليه؟ لانه بنجيب لهم تفاصيلهم كت. اقسم بالله في ناس تعبين من اولادنا في الدعم السريع، بلابو كشتينا قال والله بس يجي اشعار زي ده في التليفون يقول لك امك احمد كسر جا، انا والله تاني ما خلاص ما دير علاقه، لا من ينتهي اللايف ده انا والله لو عارف انه المفروض يدقوا لي تليفون عشان احكم كده ثلاثة ساعات كده بس كلام. بدقكم كده لانه الجنجويت كلهم قاعدين في اللايف. من المفترض الناس شغالين في الدعم السريع كان قاعدين يشاهدوا اللايف ده، انا بس اجرهم كده بس. طيب 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 دقيقه انا اجيب لك فيديو هنا مفبرك. طيب خليك معي خليك معي، انا داير اجيب لك فيديو هنا مفبرك. فيديو مفبرك عرفت كلامي؟ هاي داير اجيب لك فيديو مفبرك هنا، بس خليك معايا يا زلمة. طيب الفيديو ده مفبرك؟ الشعب السوداني يعرف انه السودان متجهه لوين؟ انه ميليشيات الجنجويد وميليشيات المجلس العسكري شغالين في شنو؟ ونحن في شنو؟ لازم الناس يعرفوا. كما عودناكم انا التزمت انه اي مشكله بحصل في دارفور الفيديو ده مفبرك، ده ما صورتي انا مفبرك. هاي مركب لي راس ومركب لي انا اليد ذاته ما يدي انا. الفيديو ده مفبرك ساكت، ها؟ عرفت كلامي؟ أمس يوم 23 اتكلمت عن اعتصامات معسكر زمزم. فيديو ده مفبرك، ده معنى معنى زول قال يتكلم في الفيديو ده، ده معنى نكرته هطب، ده معنى توجه في مخك. ظاهر ذاته بين الحق والباطل، ده ما ظاهر ذاته. زمان كان الفرنسيين والبريطانيين، انا قاعد بس الكلام ده في فرنسا، بقول لك يا اخي لو عندك صوره انت متزوج، لو عندك صوره
صورت انت وزوجتك في السودان وخليت الصوره ديك لو جبتها هنا ان احنا بتثبت لنا الصوره دي انت متزوجه، المره دي افضل لنا من الجزيمه ذات. كويس؟ طوالي بيشيلوا الصوره دي بيدخلوها جديد، بيعرفوها اصليه ولا ما اصليه؟ ده انت ولا ما انت؟ صوره بس، صوره بيعرفوا الاستديو ده وين والكاميرا ده ذاتها ها؟ الصنع سنه كم وبتاع تفاصيل والتقنيه بتاع الكاميرا دي، صوره بس. بقول لك يا اخي الصوره دي جيب علينا نحن بنثبت الصوره دي انك انت متزوج ومصور مع مرتك دي افضل لنا من شهاده من 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 القسيمه. طب مجنون في مخك يا زول؟ ده كله ما بيهمنا وكله ما بخصنا ودي حاجات خصوصيات، لكن انا شايف كميه بتاعت كميه بتاعت ناس، وده والله انا اكون معكم واضح واضح لانه كلنا القاعدين في اللايف هنموت، ما في زول اي زول